ب24 صفا دراسيا، فضلا عن مختبرات وملاعب رياضية ومسرح. تم افتتاح أولى مدارس مشروع القرض الصيني في الموصل لتكون أول مدرسة نموذجية في العراق. موقع العمل هو 24A، من أهم المواقع للمدارس النموذجية في محافظة نينوى، ويعتبر أول نموذج يسلم. الموقع هو 24 صف وبنظام مختبرات وقاعة ومسرح. 92 مدرسة نموذجية هي حصة نينوى من مشروع القرض الصيني، 33 منها شارفت على الانتهاء من أعمال البناء، فيما بلغ إنجاز البقية منها مراحل متقدمة. تسليم لبقية المواقع ضمن مدة زمنية وجدول زمني متفق عليه مع الشركة الصينية وإدارة المشاريع في الأمانة العامة لمسؤول الوزراء. استغلال المساحات بالبناء العمودي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب في ظروف دراسية ملائمة في ظل حاجة المحافظة للأبنية المدرسية. من مدارس كرفانية إلى نموذجية في خطوة لإنهاء دوام المزدوج في نينوى التي تحتاج إلى نحو 800 مدرسة جديدة لفك الاكتظاظ في مدارسها. قاسم الزيدي، UTV الموصل.